مدير الكره، مبروك يا كابتن سيد النهارده. على المعتقد من اسباب النجاح النهارده هو الفصل الكبير اللي مباراه الجونه عن مباراه النجم الساحلي، كان في تركيز كبير جدا، احاديث مع اللاعبين، توفيق النهارده كان معانا، وشخصيه النادي الاهلي اللي بنتكلم عليها في كل مباراه. كابتن سيد ربنا وفقنا النهارده، في شكل عام بتشوف الجيم النهارده ازاي واداء اللعيبه ازاي؟ الحمد لله. طبعا يمكن المباراه كانت في منتهى الاهميه بالنسبه لنا، جاي من فتره توقف او فتره غياب عن المشاركه الاساسيه، جاي من لعيبه جايه من المنتخب الاول، لعيبه جايه من المنتخب الاولمبي، لعيبه جايه من منتخبات بلادها، كنا في فورمه كويسه قوي الحمد لله. لكن انا قلت حتى قبل التوقف، قلت رغم ان التوقف بعيد قوي لكن احنا كمان هنستغله بشكل ايجابي. كان مهم ان احنا نروح معسكر الامارات، مش كل حاجه فني، في حاجات تدريبات وفي حاجات تكتيك وكل حاجه، لكن في النهايه برضو في قرب في الفكر كان محتاجه جدا الراجل فايلر، كان محتاج القرب ده، كان محتاج ان احنا نقعد في معسكر من غير اي ضغوط ومن غير اي مباريات رسميه، نقرب من بعض بشكل كبير قوي، وده اللي كان الهدف من مباراه او معسكر دبي. الحمد لله كملنا المباراه رغم الغيابات اللي كانت موجوده في مشاركه اللعيبه الدوليه على كل المستويات، لكن الحمد لله رب العالمين. كمان فصل اللعيبه النهارده بشكرهم عليه، تركيزهم واصرارهم وطريقه دخولهم في اللقاء، دخلنا في اللقاء بشكل ايجابي جدا جدا الحمد لله. كنا نتمنى تكون مباراه مش مباراه الجونه، تكون مباراه في الجدول زي ما هي كانت متواجده كابتن سيد، لان خلاص النادي الاهلي اتعامل مع هذا الامر. انا يعني محيرني جدا الحقيقه الموضوع ده، يعني انا بلعب الجونه النهارده ليه؟ يعني في الترتيب اللي هي مباراه وادي دجله الاساس، ولو الهدف انا مش معترض على فكره، بس انا عايز افهم يعني ليه بلعب النهارده مباراه الجونه يوم 25 في الجدول، هي مباراه وادي دجله اساسا يعني في القاهره، ثم هسافر بعد كده لتونس. لما تحول الموضوع للجونه وانا برضو مش معترض، لكن افهم يعني هل المقصود ان ترتيب الجدول ما يتغيرش؟ طب اذا لو ترتيب الجدول ما اتغيرش بدليل ان احنا لعبنا مباراه الجونه النهارده، يبقى المباراه اللي جايه بالنسبه لي هي وادي دجله. انا ما اعرفش، النهارده جالي جواب ان انا هلعب يعني مباراه الكاس مع بني سويف يوم 3. طب المباراه اللي جايه مع مين؟ يعني المفروض بالترتيب ده يبقى هلعب مباراه دجله، والمنافس او المنافس يلعبوا بنفس الترتيب، ما تتحولش مباراه دجله لمباراه مؤجله لاخر الموسم بنفس الاسبوع، فتلاقي مباراه مهمه كانت المفروض تتلعب اتاجلت بعد كده لفتره طويله. لو هو ده الهدف من الترتيب انا معاك برضو، ما عنديش مشكله ولا بعترض، لكن طالما ان لعبت النهارده الجونه وكان عليا ان انا ادبر اموري واشوف طياره خاصه واشوف طياره تطلع من هنا لتونس، رغم ان القرار ده اتعمل واحنا عارفين كويس قوي ان احنا نلعب النجم الساحلي يوم 29، برضو مش معترض، هلعب النهارده وهبات هنا النهارده وبعد كده هسافر لتونس، رغم ان المفروض كنت العب وادي دجله، مش معترض. بس اذا مفيش تغيير بقى في ترتيب الجدول، يعني ايه؟ يعني انت خليت الجون عشان الجدول يبقى منتظم ومرتب، انا معاك، بس كمان هلعب مباراه دجله ونفس المنافس او المنافسين يلعبوا بنفس الترتيب، ما تتحولش مباراه دجله بالاسبوع بتاعها بالمنافس بتاعي او المنافس بتاع او الناس المنافسه، ده مش عدل. كل المباراه اللي جايه تبقى مباراه دجله والمنافس يلعب في نفس الاسبوع بنفس الفرقه اللي كان هيلعبها، ما تتحولش الاسبوع ده هو اللي يبقى مؤجل لاخر الموسم يعني. بس شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير طبعا لكابتننا الكبير الكابتن سيد ابو حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، مجهود كبير بنحيي عليه طبعا لعيبه النادي الاهلي، زي ما قلنا الظروف كانت صعبه، النادي الاهلي ادى هذه